السادة الحضور، سعادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سأستغل الثلاث دقائق المتاحة أمامي بشكل مختلف. كان لدي صديق عزيز من مصر، لقد نشأت في ألمانيا، وفي ذلك الوقت تعلمت بعض الأشياء الصغيرة مثل بعض الكلمات، مثل كلمة أحلام الموجودة هنا على معصمي، والتي تعني من الهام أن نعرف كيف نحلم، كيف نحقق أحلامنا، ما الذي نود أن نحققه معا ونحققه سويا. الجزء الأول من حلمي تحقق بعد عامين كاملين من العمل الشاق والجاد بشراكتنا مع الرئيس السيسي وبالعمل الجاد الذي أديناه أخيرا. لدينا اتفاقية التجارة الحرة التي تعمل بشكل جذري على تغيير التعاون بين بلدينا. ليس فقط اتفاقات التجارة الحرة مهمة على المستويات السياسية، ولكنها أيضا تحدد أطر العمل بيننا لكي نقوم بتنفيذ أعمالنا بشكل جيد. بدأنا بالأمس بعد التوقيع الاتفاقات مباشرة أن نسأل أنفسنا كيف يمكن أن نوفر الدعم اللازم لتنفيذ هذه الأعمال، لتوفير الوقت وتوفير المال ونؤديه بكل كفاءة وقوة. بدأنا في هذه المشروعات بالفعل، والتي تدعى المساعد الرقمي للأعمال، ولدينا الآن قاعدة كبيرة من البيانات التي يمكن أن تساعدنا في معرفة ما ينبغي علينا فعله وما هي البيانات التي نحتاجها، ونقوم أيضا بتغذيتها بشكل كبير من خلال هذه القاعدة. للوصول إلى مختلف البيانات يمكن أن تذهبوا إلى صفحتنا الواضحة أمامكم، ولسؤالهم عن مثلا ما هو معدل الجمارك بين مصر وصربيا، وستكون الإجابة لديكم. أرجو أن تكونوا تسمعونني جيدا. طبقا لاتفاقية التجارة الحرة فهي زيرو. ما هو السعر التقريبي الذي نعمل من خلاله، وما هو حجم الصادرات، وما هي الأموال، حجم الأموال التي نتحدث عنها هنا؟ ومثلا على سبيل المثال، ما هو حجم التجارة المتبادلة في زراعة التفاح على سبيل المثال؟ ستجد أنها تساوي حوالي 98.6 مليون دولار، وهذا هو السعر الذي نعرفه. لذا أظن أن الفرصة المتاحة أمام، هناك فرصة كبيرة متاحة أمامنا لكي نعمل معا. لذا هذا شيء يمكن أن نتحدث عنه لمدة 10 أيام قادمة. ننظر إلى مختلف الأرقام الموجودة والمتاحة أمامنا، ليس فقط الأسعار، بل ننظر أيضا إلى الشركاء العاملين معنا. كيف يمكن أن تقوم بإنشاء شركة خاصة بك في صربيا؟ ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبعها؟ ما هي المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها إن أردت أن تكون صاحب عمل في صربيا؟ كل هذه البيانات موجودة عبر منصة مساعدة الذكاء الاصطناعي الخاص بصربيا. هذه الاتفاقات وأكثر منها متاحة على هذه المنصة، وأدعوكم جميعا إلى أن تكونوا ضيوفا لنا، وأن تستغلوا هذه المنصة لمعرفة كل البيانات المتاحة عليها، ليس فقط لتوفير وقتكم وأموالكم، بل هي لكم أيضا حتى تستطيعوا أن تقوموا بأفضل ما لديكم لإنشاء الأعمال الخاصة بكم هناك. وهذا هو ما نود أن نقوم به اليوم في هذا المنتدى، أن نعرف كيف نجعل بلداننا أكثر ثراء وغنى في المستقبل. شكرا جزيلا لكم.